يا خوتي جبت لكم فيديو لرد جزائري على هذاك أسعد الله شرعي. يا خوتي كشف كامل التاريخ تاعه وفضحه وما خلاله والو من الاخر، نستعرف به الجزائري برد القلب تاع الصح. اما لانتوما اللي عليكم خليوا اللايك برك للفيديو هذا، اهبط لتحت خويا ما راك خاسر والو، خلي اللايك تاعك وثاني خليوا تعليقاتكم. افتخروا دائما بالجزائرية تاعكم، افتخر بانك جزائري، هذه هي من الاخر. نروح نشوفوا الفيديو كيف كيف يا خوتي. السلام عليكم اصدقائي الاعزاء، اليوم جينا نتكلموا على هذاك اسعد المصدق المعروف، هذاك العميل. شوفوا جماعة، هذاك اولا بداية هذاك عميل مرتزق، ودرك نعطيك الادلة باللي عميل. في 2015 لما قررت السعودية والامارات عاصفة الحزم اللي باه يضربوا اليمن، كان مؤيد لضرب اليمن. تخيل انت بلاده مؤيد لضربها، وهما شكلوا بيضربوا الحوثيين. المهم انا في وجهة نظري راني مدابز مع طائفة في الجزائر هنايا، ممنوع التدخل الخارجي من باب الوطنية، انا قاتل في بلاصة التدخل الخارجي، هذا هو الطبيعي اللي تعرفنا. اما لا، هو كان من الناس اللي بأيدين السعودية اللي ضرب اليمن، بتعرفوا بلي انسان خسيس ونذل. المهم وكان يدافع على السعودية ويقول لهم اي واحد فيديو تاعو راهم موجودين في اليوتيوب، يعني كل شيء راه موثق، ما تقولوش رانا نبالغوا ولا نزيدوا عليه، وباذن الله ما نزيدوا عليه حتى كلمة، احنا هنايا محتوى تاع الصدق والمصداقية. وهذاك المصدق الوجه تاع اسعد، لما السعوديه ما عطاتهاش الدراهم، هو في الاول قلت لكم كان مؤيد للسعوديه باه تضرب اليمن، وكان يقول لهم اي واحد لا يكره السعوديه الا منافق. هو قرع من فيديو تاعه موجود، هو يقول هذا الكلام من فيديو تاعه موجود اللي تشوفوه في اليوتيوب، وقعد يقول لهم لا يكره السعوديه الا منافق الى اخره. السعودية خدش على بالكم السياسة بها فهم صاحبي زين، تستغل الظروف اللي يخلصوك، خدش على بالك ما جايش تهضر على في السياسة وما تخلصش، سواء ولازم تنحاز لطرف، سواء شيات ولا تكون مثلا معارض ولا كما بتسميها سمية، المهم لازم تخلص. أسعد الشرعي ما خلصتش السعودية على هذا التطبال تاعه، شادات ولا في صف قطر، لان قطر في 2017 لما ضربوا عليها حصار كما على بالكم في 2017 ولا في صف قطر. علاه قطر كانت تخلص اللي شيتوا لها ويطبلوا لها ويعارضوا السعوديه في ذاك الوقت، خاصه في 2017 اللي بغى يزيد يتاكد يروح يشوف لي فيديو. ولا في صف قطر، قطر ولا تجيبه قناه الجزيره راه عندها برامج مع ذاك الارهابي تاع اتجاه معاكس، ذاك السوري هذاك الارهابي راه عنده شحال من حوار معاه، وقاعد يجيبوه في قناه الخنزيره باه يشوه السعوديه. سي خوتي من بعدها قطر تصاحت مع السعوديه، دروك قطر شي اللي قالها دير، قالها ما تجيبش ناس يقزموا من السعوديه، نشاته قطر. سي خوتي بعد ما تصاحت مع السعوديه حاوزوه القطريين، بعد ما حاوزوا قطر ماشي غير هو حاوزته، حوزت الزيتوت، حوزت شحال من واحد، خاطش قطر ولا عليها ضغوطات عربيه، حكام تاع العرب ضغطوا عليها، هذوك الخنزلاكم تجيبوهم عندكم يا اما تحبسوهم ما تولوش تجيبوهم في قناه الجزيره، يا اما نقاطعوا معك العلاقه وتخسري مصالحك معنا، وغادي ندفعوك الثمن بعض. قطر بما انها دوله صغيره، هي صحيح دوله غنيه عندها دراهم، بصح ما تجيبش تواجه السعوديه والجزائر ومصر الى اخره، هذو الدول كبيره ما تكونوا تعرفوا. قطر حبست هذو النجسه ما ولاتش تجيبهم كاع، بما يسمى معارضه، هما في حقيقتهم ارهاب فكري، يصدروا ارهاب فكري، يعني يصدر لك سموم للشعوب تاعك بهذوك الشعوب والكرم والحكام تاعهم وتنور الفوضى في ذيك البلاد والى اخره. المهم بعد ما نشاته قطر سي راه كيما يخبروك، راح للسعوديه ما عطاوش دراهم، زاد قطر خدمت به هذيك السنه تاع 2017 وعاودت نشاته، دروك وين جا قاعد يسيد السيد ولي يسب في مصر، عاود المصريين ثاني ما قطعش يقولها مع المصريين، ردوا عليه اليوتيوبر المصريين وقزموه. المهم ما نجيبش يقولها، خاطر مصر عندها كيما على بالكم قوه اعلاميه، ما نجيبش يواجهها مصدي كيما ذاك. شادر دار قاعد يدور تك، راه كاينه مشكله بين المغرب والجزائر، هو هنا يلعب الدور تاعه. شنو يدير؟ هو في الاول سب الملك، بالك راه شفتوه الفيديو تاعو في اليوتيوب، ما كلاتلاش، خاطش حنا هنا في الجزائر ما نخدموش ديك الكاليتي، اش اذا تكبر انت شكون اصلا
بهذاك بيت تدخل في وسطنا بتكون تعرفه. هو في الاولى قال للملك انت لست بامير المؤمنين الى اخره، ما كلاتلاش، بغى شكون بغى يجي مع الجزائري. شادر عاود يسب في تبون سي خوتي، جبدوه عندهم المغاربه، خاطش عليه مغاربه اعلاميا ضعاف، ما عندهمش اليوتيوبر فور، وما عندهمش اعلام تاعهم ضعيف، ما كاينش اللي يتفرج له، ومام ما عندهمش علم الاعلاميين تاعهم، ما يعرفوش يعبروا، ما عندهمش، ماهمش محبوبي، مكروهي، ملامحهم قبيحه كيما على مسندري الى اخره. شادروا المغاربه جبدوه عندهم، وعلاه جبدوه عندهم؟ باه يقزم من الجزائر ويسب الرئيس عبد المجيد تبون، ويزيد يفتح بعض الملفات كيما الصحراء الشرقيه والغربيه ودي 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 الى اخره. هذاك الحاقر اللي تشوفه تاع اسعد الشرعي شادر راه يحوس يدير الفتنه بين الجزائريين والمغاربه، وشاو هذا المقابل يدي هو الدرهم ولا الشهره. بتكونوا تعرفوا يعني، وراه حاليا انا ماكش باين نهضر عليه خاطش اصلا نعيفه، بصح شهير راه واصل حتى الاعراب، وراه واصل حتى راه يدير اتصالات في هذيك النافوره تاعه في القناه تاعه، راه يجيب بعض من الخونه الارهابيين تاع الماك، وراه يجيب وفي ذوليه ما تغلط تخلاه واحد من دوك تاع الارياف لهم يطالبوا بدوله في المغرب يعني، وبدا يدير في فتنه وفتنه كبيره. وانا في اعتقادي الشخصي هذاك راه مجند من عند الصهاينه ماشي غير المغاربه وصاي، لا خاطش على بالك راه يفتح في واحد القضايا كبيره وكبيره، وغادي ممكن تدخل دول في حرب. بعد تكونوا تعرفوا هضره، وهو انت رئيس عبد المجيد تبون شي بينك وبينه، وتتسب الناس تبونيين على ملي كنا مع بوتفليقه ما قلتناش بوتفليقيين، هو والمغاربه على ما سميتوناش بوتفليقيين، دونكو مالا الرئيس عبد المجيد تبون بعد ما تولى السلطه رجع السياده تاع الجزائر، يعني الجزائر مع الرئيس عبد المجيد تبون اصبحت قوه ضاربه، يعني دوله مؤثره وعندها كلمه مسموعه. ما معنى قوة ضاربة؟ يعني دولة مؤثرة وأصبحت عندها كلمة مسموعة والعالم بدا يحترمها. تقول لي بصح الحليب والسميد وا هذوك خاطي، هذوك داخلين في المشاكل الاقتصادية، راني نتكلم لك في المجال السياسي، ما تدخلنيش الحليب والسميد، الله يعطيك الرجل يرجك، وفي أمور سياسة، السياسة وحدها والرجل يرجك وحده، ما تكون تعرف حبيبي الدنيا، حنا كينا نتمشوا. الجزائر السياسيين أصبحت قوة ضاربة. يعني دولة عندها كلمة مسموعة، دولة مؤثرة، دولة ينجم العالم يعتمد عليها، مثل القوى الكبرى مثل أمريكا. شي جاي يدير هنا وزير الخارجية تاع أمريكا، وزير الخارجية تاع روسيا شي جاي يدير؟ باه تعرف لي بلادك دولة تاكلين عليها بلي زعما مصالحنا غير حباها، صعيبة تكون تعرف شروا علينا السلاح، الآخر يقول لك لا حامبوك ما تشيش بزاف عليهم السلاح، باه تكون تعرف يعني دولة مؤثرة في المنطقة. الجزائر هي اللي تحمي شمال افريقيا. هذا في وقت بوتفليقه كان بوتفليقه مريض، يعني الدول السياسيين كنا ضعاف. علاه؟ لان بوتفليقه راه مريض، راه لاهي في المرض تاعه، وهذا كان اكبر خطا ارتكبناه حنا كشعب. كنا المفروض في 2014 نوقفوا الانتخابات، ما يترشحش بوتفليقه لانه كان مريض، عاطل عن مين يجيبش يخدم، وهذا كان اكبر خطا ارتكبناه نحن كشعب ونتحملوا المسؤوليه تاعه. وهما كانت عجبتهم. فرحانين يا عندك رئيسهم كي داير مريض عندك راس، وكانت العصابه المرمورة بوتفليقه ينهبوا في ثروات الشعب الجزائري، وما على بالهم بدا الجزائر لا طابت ولا انحرقت، هما ما يهمش البلاد توقف ولا تاكل ولا تعيش، المهم هو يترس جيوبه فلوس ودراهم وما على بالاش بيه، ونهار اللي تنحرق البلاد يروح للقصور تاعه لا في لاسويس ولوكسمبورغ والى اخره. بقياده رئيس عبد المجيد تبون، وراه ضغط ضغطه بقوه ورجع لنا حمرنا وجوهنا خارجيا وداخليا، راه يبقى روحتهم هذه كي هذا تبون راه خارج لها كما نقول حنا بلهجتنا طاي طاي، يعني راه يضرب بيد من حديد سواء خارجيا او داخليا. سيفنتو يعني هما راهم يحوسوا يعطلوا الرئيس تبون علي العمل، وراهم يحوسوا يكرهوا الرئيس تبون في شعب، يعني الشعب الجزائري يولي يكره الرئيس عبد المجيد تبون. وهذه الآية شو الله عز وجل يقول؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الرئيس عبد المجيد تبون بعد بهذا الضجة الإعلامية اللي واقعة والناس وحوسوا يكرهوا الشعب الجزائري في تبون، تبون أصبحت الشعبية تاعها أكثر من اللي كانت. لازم نكونوا نتكلموا مصداقية.
انا شخصيا نتكلم لكم على روحي وهذه تجربه شخصيه في التعليقات من كنت نتكلم على رئيس تبون عام الاول السنه اللي فاتت معظم التعليقات يكرهوا رئيس تبون. حاليا راني مين نتكلم على رئيس تبون معظم التعليقات او 99% من التعليقات تحيا عمي تبون ورانا مع تبون. باذن الله الجزائر قادمه لا محال ويسقط الخونه والعملاء مثل المصدي وامثاله. تحية الجزائر ومكاش اللي يحاول يفسد ما بيننا. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.